تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الإنقاذ السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يشرفني يا صاحب الجلالة بمناسبة فض دور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع أن أرفع لمقام جلالتكم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير على دعمكم الكبير ورعايتكم الكريمة للسلطة التشريعية خلال هذا الدور والأدوار السابقة، معاهدين جلالتكم على أن نظل جنودا أوفياء ومخلصين لجلالتكم وللوطن وللتجربة الديمقراطية التي أرسيتم قواعدها، سعينا لتحقيق ما تصبون إليه جلالتكم من رفعة ورقي لهذا الوطن الغالي، سائلين العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يسدد خطاكم المباركة على طريق الخير وأن يجعلكم ذخرا للبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر السامي بفض دور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يطيب لي يا صاحب السمو بمناسبة فض دور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع أن أتقدم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لسموكم الكريم على ما لقيناه من الدعم والتعاون المثمر والبناء مع مجلس النواب خلال هذا الدور والأدوار السابقة، الأمر الذي ساهم إيجابا على أداء المجلس لأعماله وعكس حرص سموكم على تحقيق تطلعات المواطنين الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يمتع سموكم بوفور الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر السامي بفض دور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يطيب لي يا صاحب السمو بمناسبة فض دور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع أن أتقدم باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لسموكم الكريم على الاهتمام والدعم الذي لقاه مجلس النواب من سموكم خلال هذا الدور والأدوار السابقة، الأمر الذي يعكس حرص سموكم على تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى رضه الله ورعاه، سائلين الله العلي القدير أن يمتع سموكم بوفور الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب.